السلام عليكم، احنا شباب من عين حرة وداد زناتة. جاتنا هذه الفكرة وبغينا نديروا واحد الفيديو تحسيسي توعوي. بغيتكم تشوفوا هذا الفيديو وتبارطاجيوه مع كاع الناس اللي كتعرفوا باش الميساج ديالنا يوصل. بيكو بيا، كل عيد اضحى زناتة تبقى نقية. السلام عليكم. باش تكمل الفرحه ديالنا بالعيد خاصنا نغيروا السلوك ديالنا، وبغيت الرساله ديالي نوجهها لجميع النساء، الازبال اللي كيجمعوا انهم يرميوها في اكياس مخصصه لها، وحتى هذيك البطانه ما فيها باس اننا نجمعوها ونديروا لها شويه الملح ونحطوها في واحد البلاصه اللي هي مهويه. اول حاجه خاصنا نحاولوا نحطوا ديك البقايا ديال المخلفات ديال الذبح في اكياس خاصه بها، وتكون نحاولوا ما نثقلوش هذيك الاكياس لان ناخذوا بالاعتبار دوك الناس العمال النظافه اللي كيقوموا اللي كيجمعوا ديك الاكياس وداك الشيء. نحاولوا حتى ما نضيعوش لهم الوقت ونسهلوا عليهم الماموريه. علاش ما نديروش واحد الحاجه اللي كتنظف انا الدار ديالي، نظف حتى حدا الطارو واللوح في الطارو نيشانها، ما كاينش ليا انا نحط ميكا محلوله ولا نفرقعها قدام الطارو، حيت كيجيو صحاب النظافه كيلقاو هذيك الروينه مساكين هما ما عايديش مع ديورهم، ما بعيديش مع ولادهم، يعني كاع ديك الازبال اللي كنديرو حنا في الدار كيوليو عندنا في الشوارع ديالنا مرميين بزاف. يعني ميمكنش لي يجي غير يبدا يشطب من زنقه حتى لزنقه حيت كيضيع النهار كامل، وهادشي راه ماشي في مصلحه البلاد ديالنا. وباش يدوز عندنا العيد مزيان خاص الاكياس ديال الزبل توفر عند الساكنه كاملين، باش من نهايه العيد يجمعوا داك الازبال ويبقاو في اماكن مخصصه لهم، باش عمال النظافه ما يتمحنوش مساكن بزاف والشارع ما يتلوثش ويبقى الريحه خايبه، والبطانات حتى هما يتحطوا في اماكن اللي هما مخصصه لهم ودار لهم الملحه ولا شي حاجه باش ما تعطيش ديك الريحه ديالهم حتى يدوزوا للناس اللي مكلفين بداك الشيء. بغيت نقول لهم على انهم ملي يساليوا الاشغال ديالهم العيد الكبير يجمعوا هذوك النفايات ويديروهم في بلاستيك، وما يبقاوش يعطيوهم لوليدات صغار هما يديوهم يرميوهم في البلايص مخصصه لها. ما فيها باس انكم تجمعوا كل شيء وديوه نتوما بيديكم. اليوم ان شاء الله هو عيد كبير، عيد كبير اللي منك كنساليو الصلاه ديالنا كنذبحوا الاضحيه ديالنا، كيتجمعوا الاهل والحباب والصحاب. كاين واحد النوع ديال الناس اللي ما كيعيش في الخاطر ديالو، اللي كيرجع كيجمع المخلفات والازبال اللي كنخليو حنا. ممكن انا نكون اللي كنجمع الزبل ونديرو في بلاستيك وكنمشي نرميه في الزباله، لكن كاين واحد النوع ديال الناس اللي كيشدو كيرمي كيديروا في بلاستيكا كيلوحوا اعتباطيا. المصارم ديال الحولي نحاولوا ما ندوزوهاش للمجاري يعني القوادس باش ما يتخنقوش. ملي كنذبحوا كيبقاو لينا بزاف ديال المخلفات، وهاد المخلفات هادي الا ما درناش في البلاصه ديالها وما جمعناهاش وما حطيناش في البلاصه اللي خصنا نحطوها فيها، كاين واحد الناس اللي ما معيدينش في ديارهم، وهاد الناس هادو هما اللي كيسهروا على السلامه البيئيه ديالنا. اننا خصنا نجمعوا هاد البقايا كامله ونديروها في اكياس بلاستيكيه ونديروها في البلاصه ديالها باش نسهلوا عليهم الخدمه. غدا العيد كبير، وباش يبقى كبير عندنا وعند المغاربه كاملين خصنا ما نلوحوا الزبل غير في البلايص ديالها. باش يبقى عندنا العيد كبير خاصنا ما نرميوش الزبل في الزناقي. بيكو بيا، وكل عيد اضحى زناتها تبقى نقيه. بيكو بيا، كل عيد اضحى تبقى زناتها نقيه. وكل عيد اضحى زناتها تكون ديما نقيه. وكل عيد اضحى وزناتها ان شاء الله تكون ديما نقيه. بيكو بيا، كل عيد اضحى زناتها تبقى نقيه. بيكو بيا، كل عيد اضحى زناتها تبقى نقيه. بعد مشاهدتكم للفيديو لا تنسوا الاشتراك بقناتنا زناتة نيوز والضغط على زر الجرس للتوصل بجديدنا.